سيدتي اليوم امرأة طبعا تدرجت ما بين تقديم تلفزيوني وتقديم برامج الأطفال إلى السينما وبعدين تنظيم المعارض. معنا اليوم طبعا سمر المير. حياك الله سمر. أهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا على استضافتكم اليوم حقي، والله وايد مستانسة بتواجدي معكم. حبيبتي نورتينا. طبعا كانت بدايتك بالبرامج التلفزيونية صحيح؟ أواك تكلمينا شوي عنه. هو صراحة بدأ الموضوع يوم كان عمري 18 سنة. حلو. وايد أشياء تحققت يوم كان عمري 17-18 سنة يعني. فأول برنامج كان برنامج سامر كلاب على تلفزيون البحرين، وكان بالإنجليش، برنامج أطفال وهاللون. من بعدها صار في برامج أخرى للفاشن وعن البحرين، والتقيت في ناس كثيرة يعني فنانين وفنانات من البحرين ومن برا. حلو. فكان مجال وايد حلو أنا أحبه ولا أزال أحبه. فهاي موضوع التقديم. هذه بدايتك. طيب، وانتقلتي بعدها إلى التمثيل. أبدأين أنا، كيف بدأتي في التمثيل؟ إيش الأعمال اللي بدأتي فيها؟ التمثيل هو شوفي من زمان يعرضون علينا أمثل مسلسلات وأفلام وهاي السوالف، لكن ما كنت حابة أدخل فيه لأن كنت أسوي لايك البزنس مالي اللي هو الإيفنتات أشتغل فيه والتقديم في التلفزيوني. لكن صارت الفرصة مع الخطايا العشر السنة الماضية في رمضان، صحيح، وحبيت أسويها لأن خلاص أنا انتقلت من موضوع لموضوع آخر. حبيت التمثيل، فحبيتها وايد. المجال مقارب وحلو أنت تتخلين فيه. استمتعت فيه صراحة، كله إن جنرال التلفزيون وسوالف أي شيء مع الكاميرا أنا أحبه. طب حكينا عن دورك، وأعتبره هواية. حكينا عن دورك سمر في الخطايا العشر، كيف إيش حسيتي قدم لك وإيش حسيت إنه أنت قدمتي كممثلة وكنت مقدمة برضو؟ هو الدور شدني أصلا يوم خبروني عنه. الدور وايد حلو ويناسب شوي من شخصيتي، فحبيت أجرب شيء جديد. حلو. وعمل بحريني، إنتاج بحريني، إخراج بحريني، عمل جدا حلو يعني، فليش ما أشارك فيه؟ رب. فيوم شاركت حبيت الموضوع وفتح لي أبواب كثيرة صراحة، الحمد لله كل شيء أدش فيه دائما يكون interesting. تدخل مجال بعد أوسع. بالضبط. جميل. تبتدين بشيء أنت مو متعودة تقدمينه، مو متعودة تسوينه، فيكون المجال غريب عليك، الإحساس حلو يعني. طب سمر قولي لي إيش، طبعا أنت عملتي لقاءات مرة كثير، بس في شخصيات معينة عالمية عملتي معها لقاءات؟ إيه الحمد لله. قبل العالمية نقول خلينا نتكلم عن الشخصيات البحرينية. هي. له طبعا الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والشخصيات يعني قابلت خلينا نقول الكل في الكل في البحرين. حلو. من شخصيات كبيرة إلى شبابية كل شيء. من الشخصيات العالمية اللي هي مثلا كيم كارداشيان، كريغ ديفيد، تامر حسني إذا نقول عربية، ماز جبراني، ديانا كينغ، يعني كل يوم كانوا دائما ينادوني يوم في فنانين يحضرون البحرين دائما أنا أكون أقدمهم واستانس معاهم يعني. حلو. yes. ايش تحسي مع فرق حضارتنا والحضارات اللي شفتيها متنوعة، لانك قابلتي كثير شخصيات عالمية وعربية برضو، ايش تحسي فرق حضارتنا عن حضارتهم؟ ايش غير فيكي؟ هل غير فيكي شيء؟ هل لامس شيء جوتك؟ الحضارة والله انا يعني انسان اعتبر نفسي تقليدية ومو تقليدية في نفس الوقت. يعني مثل ما نقول تحب التكنولوجيا وتطور العصري، ولكن برضو ليكي تحني الايام اول. اي طبعا. اي يعني we have the best of both worlds مثل ما يقولون. الحضارات هم مختلفة، ولكن يوم يجون عندنا يستانسون في حضارتنا احنا. في جونا احنا كبحرين كخليج يستانسون يعني، حتى كذا كذا فنان او فنانة يجون عندنا ويتمون ازيد. حلو. يعني تقول لهم قعدتكم اسبوع، لا يتمون عادي شهر. جميل. لان يستانسون بالجو اللي نقدمه لهم. طيب سمر، انت اتجهتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وكنت اول من قام بمعرض خاص بالانيميشن والرياضه تحديدا. كيف شفت المعرض ذا؟ كيف شفت اقبال الجمهور عليه وتحديدا الخليجي؟ كيف شفت تنظيم المعرض ذا تحديدا؟ هذا اللي اسميه المشروع، هو مشروع انيمانيا. اول معرض للانمي والالعاب الالكترونيه كان في الخليج. زي كوميك كون. زي كوميك كون خلينا نقول. اي نعم، بس اتس لوكال براند. انيمانيا كان الاول في 2010، فالاقبال كان جدا جميل من الجميع، لان كل من كان خاطره يحضر معرض مثل هذا بس ما كانوا شايفينه يعني.
مو قادرين يروحون لانه ما كان موجود. فالحضور كان وايد عود. من اول مره كان الحضور يعني على 1000 شخص. وطبعا الحضور ابي اصلا اقدم تحيه للجمهور السعودي لان دعمهم لنا من 2010 يعني من اول معرض لحد الان دعم جدا جميل من حضور ومن مشاركه ومن حتى يبون يعني their products their business مالهم ويبونه عندنا فانه وايد وايد حلوه القعده. حلو المشاركه. يمكن دائما نقول ان البحرين ما نقدر نقول عنها دوله ثانيه، لا البحرين هي شقيقة. يعني اختنا، دائما في ترابط بيننا وبينك، فما ما حتى تخلصون ان شاء الله منا. والله حياكم كل يوم. حبيبتي ابغى اعرف سمر، ابغى اعرف دور المراه البحرينيه الان سواء بالتمثيل يعني بالدراما بالاعلام. دور المرأة البحرينية هي تمثل دور كبير لأن إحنا ما شاء الله في كل المجالات متواجدات وفي كل المجالات يعني هنقول صاعدات. We're very good يعني in what we do. We're passionate. وأهني المرأة البحرينية، توا 1 ديسمبر كان يوم المرأة البحرينية فحب أهنيها مرة ثانية وأقول لها دائما أقول لهم just relax you know take a day off. أنت تستاهلين أن تستانسين وترتاحين مع كل الجهود اللي تقدمينها. صح. لان صدق المراه البحرينيه داشه في كل المجالات، او المراه الخليجيه والعربيه بالضبط. انا جالسه يعني انا كنت ابغى اعلق على كلامك سمر انه كل مراه لازم تاخذ داي اوف من جد، تاخذ يوم كده اجازه وتسوي ريلاكس لنفسها. صح. وتقعد مروقه مع نفسها ما لها شغل باي حاجه، اللي يكسر سيبي. بس سمر انت ما شاء الله يعني مجالات مره كثيره دخلتي فيها، تقديم تمثيل معارضه ومؤتمرات، ودخلتي برضو السينما هي فيلم واحد كان في السينما. نتكلم على دورك في السينما كيف كان؟ كان دور بسيط مع المخرج محمد بوعلي، دور اساسي، وكان لان 10 سنين ما كان عندنا مثل ما يقولون سينما في البحرين او انتاج سينمائي بحريني. فكان شيء حلو ان ادخل فيه اجرب. إيه؟ وكدام صح. وكيف تلاقي نفسك اكثر سمر؟ تلاقي نفسك في التلفزيون على الشاشه التلفزيونيه، ولا على شاشه المسلسلات برضو في التلفزيون، او على شاشه السينما، او في المعارض والمؤتمرات؟ فين تلاقي نفسك اكثر؟ فين تقولي انا سمر؟ سؤال جدا صعب. هي ما لقت نفسها لين دحين، يعني شوفي ما شاء الله كم مجال دخلته. فانا احس انه الشخصيات اللي زي كذا سمر ممكن مستعدة تجربي أكثر من شغلة ثانية، أنت مستعدة تكملي. المشكلة في المشكلة هو شوفي it's a negative and it's a positive at the same time، سلبي وإيجابي، لأن يوم تدشين مجال إذا فشلتي فيه تقولين أوكي خلاص خله يروح، بس لين تنجحين فيه وتشوفين روحك يعني قاعدة تقدمين شيء حلو والناس يحبونه. والناس حبوه. شو أسوي أنا الحين عرفتي؟ صح. فإن هذا حلو وهذا حلو وهذا حلو. فما اعرف شنو اسوي صراحه، انا حابه كل المجالات اللي دخلت فيها. بس لا تضغط على نفسك سمر، هذا اهم شيء. لا ما بتضغط على نفسك. انا اكثر وحده كل انا مسيطره على الوضع، وحده تقول حق الناس مدركة امورك. بس قصدي اذا جاكي مثلا عرض فيلم سينمائي وفي المقابل مثلا وافقوا مسلسل انت مثلا حتلاقي نفسك ميال لايش اكثر، للمسلسل ولا للفيلم مثلا؟ على حسب والله، لان ام فيري بيكي، وايد اختار بدقه اي شيء على اساس تختاري ادوارك بشكل عام. على الدور نفسه شنو يكون فيه، شنو المتطلبات، is it gonna be something مناسب للتلفزيون، مناسب للمشاهد، اقدر اقدمه ولا لا. يعني هذه العوامل كلها احطها في بالي قبل لا ادخل في اي حتى شيء. حتى لو مثلا جاكي انك انت مثلا تمثلي دور واحده مثلا شكلها مو حلو، او واحده مشوهه، او واحده كبيره في السن، والله خاطري عادي تمشي في الدور؟ مشكله ما بيعطوني اتوقع الحين هاي الدور، بس اذا اعطوني اياه والله بستانس شيء جديد. هو بشكل عام يعني لاحظت انه كتوزيع سيناريو يجي يقول لك لا مثلا سمر يناسبها الشيء الفلاني، غزل يناسبها الشيء الفلاني، فكل مخرج. بس هو حلو انه هي لو كسرت القاعده، يعني مثلا ما شاء الله تبارك الله انت جميله. Thank لو جيتي مثلا طلعتي مره على الجمهور مثلا منظر واحده يعني بسم الله عليك مثلا مشوهه، او خلينا نقول عندها نوع من الادمان معين، يعني ملامح وجهك اتلخبطت، فبالعكس حتكوني ملفته للنظر اكثر انه انت مره جميله وطلعتي
بشكل بالعكس انا احس كمان هيكون حاجه حلوه في مسيرتك المهنيه بالنسبه للتمثيل. ايه طب ارجعها الكوميك كون معلش او ارجعك لانه لسه سمعنا امس انه راح يكون في ان شاء الله في مارس الجاي بالضبط. يعني انا ولد غزل عنده نفس الاهتمامات انه هو حابب يروح البحرين لانه في كوميك كون هيكون في مارس الجاي. احنا عارفين كوميك كون هو هيكون في عرض لابرز الشخصيات السينمائيه زي المارفل وغيره. طبعا تمام. راح يكون ليك اي دور فيه؟ راح يكون ليك اي مشاركات فيه؟ هو البحرين ان جنرال ما شاء الله عندنا العديد من الايفنتات الحين صار عندنا يعني افتتاح في هذا الموضوع للانمي وللجيمينج وللمعارض في هذا المجال. حلو. فجدا جميل المعرض وايد حلو. احنا دائما نقدم المساعده والدعم لكل المعارض الموجوده في البحرين. جميل. ويعني اي شيء يحتاجونه احنا دائما في الخدمه موجودين. ممتاز. فنحب نكون معاهم يعني في كل شيء. كل التوفيق. يعني سمر شرفتينا ونورتينا والحمد لله على سلامتك. فرصه سعيده انه انت اول جايه لك للرياض، كنت ضيفتني هنا في برنامج سيدتي. كل التوفيق لك سواء تلفزيونيا او سينمائيا او حتى اذاعيا. شكرا لك. شكرا ما قصرتي. It was really nice to meet you. شكرا. مشاهدينا فاصل ورجع لكم من جديد.